فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما النصيحة بخصوص تبرج كثير من النساء عند ذهابهن لصلاة العيد؟ لا يجوز هذا منكر، يجب منعهن من ذلك، لا يتطيبن ولا يتزين ولا يتكشفن أو يظهرن شيئا، ليخرجن كفيلات كما في الحديث، كفيلات يعني غير متزينات وغير متطيبات، لأن هذا فتنة، هي خرجت ما تبي الأجر، تبي الفتنة، نسأل الله العافية، لتبي الأجر تتواضع وتتستر وتلزم الحياة. نعم.